حلقة جديدة من مدار الغد، أهلا بكم. تنويع التحالفات سياسة صانع القرار الهندي التي أكسبته أصدقاء وخلقت له أعداء، وانفتاح نيودلهي على دول آسيا الوسطى يصطدم بنفوذ قوى إقليمية. قبل أسبوعين استعرضت الهند قوتها العسكرية في الذكرى 72 ليوم الجمهورية لتعكس جاهزيتها لأي تهديد وتعرض ما وصلت إليه تحت قيادة رئيس وزرائها ناريندرا مودي. فمودي عمل منذ الوصول إلى السلطة في 2014 على إعادة صياغة الدبلوماسية الهندية من خلال مشاركاته في قمم ثنائية ومتعددة الأطراف، كما قام رئيس الوزراء بإعادة التوازن للسياسة الخارجية للهند في ظل متغيرين أساسيين، الأول هو تعديل واشنطن لأولوياتها في العالم، والثاني هو الصعود الصيني. وربما ذلك هو ما يفسر تنويع نيودلهي بشركائها بهدف التفرغ لمواجهة الصين عسكرياً أو اقتصادياً وليس مواجهة الخصم التاريخي باكستان. فالخلافات كثيرة بين الهند والصين اللتين تتشاركان معاً أكثر من 3400 كيلومتر من الحدود المشتركة، وكانت المواجهات العسكرية بينهما العام الماضي في جبال الهيمالايا دليلاً على نار لم تخمد بعد تحت الرماد. ومن هنا يمكن فهم أهمية علاقة نيودلهي وموسكو، وهو ما تجسد في قمة مودي وبوتين في ديسمبر 2021، والتي سبقتها لأول مرة محادثات وزراء خارجية ودفاع البلدين. كذلك نفهم من ذلك الواقع التقارب الهندي الأمريكي، سيما بعد محاولة إحياء تحالف كواد والذي تعتبره بكين تهديداً موجهاً لها. إذن صانع القرار الهندي يرفع حالياً شعار تنويع الخيارات والتحالفات وفق مصالحه، لكن ذلك ربما أكسبه أصدقاء وخلق له أعداء. نيودلهي السفير أنيل تريجونايت المسؤول السابق في وزارة الخارجية الهندية، ومن موسكو سيرجي ماركوف العضو السابق بمجلس الدوما ومدير معهد الدراسات السياسية الروسية، ومن لندن دكتور تشين ليو كبير المحاضرين في العلاقات الدولية الآسيوية بجامعة ليفربول جون موريس. أهلا بكم. أبدأ معك سعادة السفير أنيل من نيودلهي. رئيس الوزراء مودي تولى المسؤولية في 2014، تقريباً مر 8 سنوات. كيف تغيرت السياسة الخارجية الهندية في هذه السنوات الثمانية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد على تلقى دعوة لهذا البرنامج في قناتكم. تعرف أن السياسة الخارجية لأي دولة تخدم مصالحها الوطنية، الحفاظ على السيادة وما إلى ذلك. الهند منذ استقلالها بدأت
أن تعزز علاقاتها مع العديد من القادة في مصر وفي مختلف أنحاء العالم عند ذلك الوقت. وأيضا حدثت تطورات على مستوى العالم تغير فيها الواقع السياسي والجغرافي. حان الوقت لأن حركة عدم الانحياز والتي ليس لها في الوقت الحالي نفس القدر من الأهمية والاستخدام، ولكن عليك أن تستغل مثل هذه الهياكل للتواصل مع دول العالم. الهند اليوم تتطلع إلى علاقات مع العديد من التحالفات والدول وأن تعزز من التعددية في مختلف أنحاء العالم، تعمل مع الولايات المتحدة ومع روسيا، ونتطلع للإمكانات القائمة مع العديد من الدول و تسليط الضوء على الشراكات مع عدد من الدول، لأن كل دولة لها أهميتها بالنسبة للهند. وبالطبع هناك اقتصاد هو الأعلى نموا في العالم، الموقع الجغرافي استراتيجي، نرى تغيرا كبيرا في الديناميات عالميا بين الولايات المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والصين، والهند لديها أهميتها في هذا الأمر ولها دور هام وكبير. طيب سيد سيرجي ماركوف من موسكو، لماذا تتنامى هذه العلاقات الروسية الهندية في الفترة الأخيرة سيما في السنوات الثمانية الأخيرة برأيك؟ العلاقات بين روسيا والهند جيدة جدا منذ سنوات عديدة، منذ البداية حتى قبل أن تظهر الهند كدولة مستقلة، عندما كانت الهند تكافح من أجل الاستقلال عن بريطانيا العظمى. الاتحاد السوفيتي دعم هذا الكفاح للهند للحصول على الاستقلال، لأن الكفاح ضد الاستعمار كان مدعوما من قبل حركات التحرر في العديد من الدول. الهند منذ البداية كانت صديقة مقرب للاتحاد الروسي ومن ثم روسيا. كانت هناك فترة بها العديد من الصعوبات للوصول إلى الاستقلال. في هذه الفترة الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعد دعم الهند في بناء مصانع كبرى ومشاريع عديدة. الهند أيضا حظيت بدعم كبير من الاتحاد السوفيتي. كانت هناك علاقة صداقة واضحة. العلاقات بين روسيا والهند قوية جدا وممتدة عبر التاريخ في القرن العشرين. بعد ذلك أتى انهيار الاتحاد السوفيتي وكان هناك فجوة حينئذ، ولكن روسيا تحت قيادة بوتين استعادت اقتصادها وقدرتها على تحسين العلاقات الاقتصادية السياسية مع العديد من الدول ومن بينها الهند، ومن ثم فإن روسيا والهند قد استعاد العلاقات الصداقة فيما بينهما. هناك علاقات إيجابية جدا مرة أخرى. العلاقات بين روسيا والهند قوية. روسيا لديها أيضا مجمعات عسكرية وصناعية. روسيا تساعد الهند. أحتاج إلى مقاطعتك سيد ماركوف، يعني أعلم أنه ثمة ترجمة لكن أحتاج إلى مقاطعتك حتى نكون يعني لدينا فرصة في التعرف على أكثر من وجهة نظر. ابقى معنا لو تكرمت. دكتور ليو من لندن،
الآن كيف لنا يا دكتور ليو أن نصنف هذه العلاقات الصينية الهندية؟ هناك حجم ضخم من التعاون الاقتصادي، وهناك في نفس الوقت بين البلدين إطلاق نار على الحدود المشتركة في الهيمالايا. أعتقد أن العلاقات بين الهند والصين كانت مستقرة على مدار عقدين من الزمان، لكن كان هناك مشاكل على الحدود في المناطق العسكرية نتيجة للتوترات مع الاتحاد السوفيتي، ونقول بأن العلاقات بين البلدين استراتيجية، كلا البلدين لدي موارد غنية، هناك تطورات حدثت مؤخرا في المنطقة في العلاقات الثنائية، إعادة تعريف العلاقات لكل منهما عالميا. الصين تنمو وتحقق تقدما كقوة عالمية وعظمى، الهند أيضا تسعى لأن تحظى بهذا الوضع عالميا. أعتقد أن من بين القضايا الهامة النزاع على الحدود بين البلدين، حيث توترت الأوضاع مرة أخرى ولأسباب سياسية، أن البلدين يحققان نموا خارج نطاق الإقليم في حد ذاته. سفير آنيل من نيودلهي، أيضا لدينا معضلة أخرى سعادة السفير في التفهم الآتي: كيف لنا أن نفهم أن الهند التي أرادها السيد ناريندرا مودي حليفة للولايات المتحدة تعتمد في سلاحها على الروس الخصم لأمريكا، يعني تعقد صفقات S-400 بخمسة مليار دولار، الأسطول حتى الهندي يعتمد بنسبة 70% على العسكرية الروسية، كيف نفهم ذلك؟ يجب أن نرى أو ننظر إلى الهند على أنها من أكبر الأسواق العسكرية مع صديقتها روسيا، هناك علاقات صداقة مع روسيا، وحدثت اختبارات عدة لهذه العلاقات، هذه العلاقات الشمولية قوية، الرئيس بوتين يدعم ويعزز هذه العلاقات، وأنا أرى بأن هذا يضيف قوة إلى البلدين. كما ذكرت من قبل، هناك توترات واضطرابات عالميا، هناك قوة تسعى لإعادة تعريف الأوضاع عالميا واستراتيجياتها عالميا، الهند لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة أيضا، ونحن لدينا العديد من الآليات مع الولايات المتحدة في نفس الوقت مع الصين. العلاقات مع الصين متوازنة، تعاون واضح، وهذا طبيعي في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة. إن لم يكن هناك نزاع على الحدود كانت الأمور ستكون أحسن، أفضل من ذلك كثيرا، ولكن نحن نؤمن بأن أسرة واحدة، العالم أصبح أسرة واحدة، وظهر ذلك خلال فترة الوباء. من الهند من أوائل الدول التي قدمت مساعدات ل 150 دولة، قدمت اللقاحات وإمدادات عدة، وبالتالي الهند على سبيل المثال تعزز شراكاتها مع الولايات المتحدة أيضا فيما يتعلق بفرض العقوبات مثلا. أيضا نحن قمنا بشراء نظم دفاع جوي من روسيا، وبالتالي الحكم الذاتي لدينا أمر مهم، نحن نعزز أسواقنا ونعمل على خدمة المصالح الوطنية لهذا البلد. الدول التي تنتج السلاح عليها أن تبيع هذا السلاح في أسواق أخرى، وبالتالي هناك اعتماد ذاتي على القطاع الدفاعي، وبالتالي أعتقد بأن استراتيجية الحكم الذاتي هو ما منهج تتبعه الهند. سيد ماركوف من موسكو، في المقابل
كيف لا تنزعج روسيا من أن تمد الهند بهذه الكمية من السلاح؟ نتحدث عن S-400 خمس بطاريات لو أتذكر، نتحدث عن 80% تقريبا من السلاح الجوي الهندي معتمد على العسكرية الروسية، وكذلك الأسطول 4 فرقاطات مؤخرا. كيف لها أن تمد الهند بكل هذه التكنولوجيا العسكرية وهي تعلم أن الهند في المنطقة هي الحليفة المعلنة لأمريكا، أمريكا التي تنافس على أقل تقدير روسيا؟ بالطبع كما تعرفون العديد من الدول يمكن أن تعزز علاقات الصداقة مع الهند، بينها هناك أيضا منافسات فيما يتعلق بأسواق السلاح العسكرية تحديدا في الهند. روسيا تشارك في هذه المنافسة الحرة، ولكن هناك خصائص قليلة للسلاح الروسي والذي تستفيد منها الهند. بموضوعية، روسيا تقدم نفس الجودة والنوعية بأسعار أقل، لأن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها السياسي لبيع مزيد من السلاح الباهظ الثمن. ثانيا، وهذه نقطة مهمة للغاية، الولايات المتحدة لمرات عدة على مدار التاريخ استخدمت العقود، عقود التسليح لظروف سياسية. كما رأينا الولايات المتحدة ونزاعها مع تركيا بشأن نظم التسليح الصاروخي. روسيا لا تقوم بنفس النهج بالتأثير سياسيا على الدول لشراء السلاح أو لعدم شراء السلاح. أيضا من الناحية الاقتصادية، السلاح الروسي أكثر ربحية وله عوائد سياسية أيضا، لذلك نحن واثقون بأننا لدينا ميزة نوعية في منافستنا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتسليح. أيضا الهند في بعض الوقت غير راضية بشكل كامل عن جودة السلاح الروسي، وبالتالي نحن في روسيا لدينا مفاوضات وتحقيقات بشأن عدد من الحالات مع الحكومة الفيدرالية، ونحاول أن نحل هذه المشاكل، ولكن هذه المشاكل بالفعل قائمة وهناك مساعي لحلها. طيب دكتور ليو من لندن، ذلك التقارب العسكري الواضح، ذلك التعاون العسكري الواضح ما بين روسيا والهند، ألا يهدد مصالح الصين؟ لا أعتقد أن هذا تهديد للصين، لأن علاقات مع الصين أو مع روسيا قائمة على فهم وتفاهم مشترك للقضايا العالمية. روسيا والصين ينظران إلى بعضهما البعض على أنهما يمثلان تحالف ضد الولايات المتحدة كتحدي عالمي. من ناحية أخرى، أعتقد أن الصين والهند لديهما مصالح إقليمية، الحدود المشتركة، والقضايا المتعلقة بالشتات الهندي وميانمار على الحدود الصينية. أيضا النظام الصيني ينظر إليه إقليميا أكثر من كونه محليا. هناك قضايا جيوسياسية بين القادة في الهند والقادة في الصين، ولكن هناك قضايا أساسية وفقا للقادة في الصين تحتاج إلى
تسوية مع الحكومة الهندية. يمكن أن نرى أن هناك طرق وقنوات بين البلدين للتواصل فيما بينهما لتهدئة النزاعات على الحدود، وأفترض أنه من أعين القادة الصينيين هم ينظرون إلى الهند على أنها دولة منافس على الصعيد العالمي وهي قوة متنامية، وأفترض بأن الصين وعلاقاتها مع الهند تسير بنفس المنوال وعلى نفس المستوى. السفير الآن المنيوديلي، هي الكل يجمع سعادة السفير أن الهند منذ 2014 منذ تولي السيد ناريندرا مودي وسياساتها الخارجية تغيرت، الكل يجمع على ذلك. وهنا السؤال، طيب لو كانت هذه السياسة الخارجية تغيرت، التحالفات تغيرت، من هم الأصدقاء الجدد للهند؟ وبالتالي من هم الأعداء الجدد للهند؟ طيب لا نسمع صوتك بوضوح سيد آنل من نيودلهي، سنعود إليك. سيد ماركوف من موسكو، فكرة تحالف كواد الذي تدخل فيه الهند مع اليابان ومع أمريكا، ألا يزعج موسكو أن يعني للمرة الثانية هذا السؤال، ألا تنزعج روسيا بأن تمد الهند بهذه التكنولوجيا العسكرية وهي تعلم أنها ربما تضر بمصالحها يوما ما؟ نعم، الأمر ينظر إليه في روسيا على أنه يمكن أن يسبب مشاكل في المستقبل. نعرف أن الوضع الحالي محل اهتمام بين الصين والهند، كما رأينا تطرات على مدار سنوات وعقود. الصين والهند هناك ذكاء في التعامل بين البلدين لتهدئة التوترات ولتهدئة النزاعات بين القوتين العظمتين، فكلا الدولتين لديهما حضارة كبيرة، وهذه دفعة للهند تجاه الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لديها نزاع كبير مع الصين كمنافس لها وكعدو لها، الولايات المتحدة والصين. الولايات المتحدة أيضا لديها سياسة ذكية من خلال دعوة الهند لهذا المشروع كواد، والذي يضم مصالح اقتصادية، وأيضا هذا الأمر له تداعيات لتعزيز التعاون بشكل أكبر مع دول متطورة لديها تكنولوجيا عالية مثل اليابان وأستراليا والولايات المتحدة والهند التي تنتج الكثير من المنتجات التي متعلقة بالاقتصاد الرقمي، وأن تكون الولايات المتحدة واليابان وأستراليا سوق كبير لهذا الإنتاج الرقمي من قبل. أحتاج إلى مقاطعتك للمرة الثالثة وأعتذر منك بشدة يا سيد ماركوف، حتى نكون منصفين مع ضيوفنا، أعتذر منك بشدة لكثرة مقاطعتي إياك، عذرا يعني، لكن فقط نحاول أن نكون منصفين حتى في إعطاء المجال لضيوفنا الكرام أن أتعرف على وجهات نظرهم، ليس إلا. أعود إليك السفير آنل من نيودلهي، وباختصار لو تكرمت سعادة السفير، سياسة خارجية جديدة منذ عهد مودي منذ 2014، بالتأكيد هناك أصدقاء جدد وغير أصدقاء جدد، دعنا نقول من هم للهند طبعا.
نحن لا نعتبر في السياسة الخارجية أي طرف كعدو، نحن نعتبر العالم كأسرة واحدة كما أشرت من قبل، ونحن نعمل على خدمة المصالح الوطنية ونحمي هذه المصالح الحيوية، ونعمل على تطوير العديد من التحالفات. في نفس الوقت هناك تعاون مع روسيا والصين والبريكس، ولدينا علاقات قوية مع كل هذه الدول. لطالما أن هناك علاقات صداقة مع هذه الدول بين الهند وروسيا، والهند والصين أيضا الولايات المتحدة تعتبر من بين الشركاء الأساسيين للهند. وفي نفس الوقت كان هناك بعض التوترات والتحديات الكبرى، ولكن كل هذه الأمور يتم التعامل معها بحكمة. الحوار هو أفضل طرق لتسوية مثل هذه الأمور. نحن مهتمون لمواجهة التحديات العالمية التي نواجهها جميعا، لا نعتبر أي دولة عدو. حتى في الكواد الذي تحدثتم عنه، من منظورنا كواد لا ليس يستهدف الصين، هو تحالف اقتصادي ليس تحالف عسكري. وبالتالي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان كلها والمملكة المتحدة توصلوا إلى ما يدعى بالأوكس. ف هذه متطلبات بين الأصدقاء لتعزيز العلاقات فيما بينهم، نعمل كأصدقاء وأكثر من ذلك للتغلب على تحديات مثل الإرهاب وتغير المناخ. العالم كله يعمل على التغلب على هذه التحديات. سعادة السفير أنيل أشكرك وسأعود إليك لو كان لدينا وقت. أشكرك. طيب دكتور ليو من لندن، أنت دكتور ليو متخصص في الشؤون الآسيوية، هنا لا أتحدث معك عن أنك متخصص أو أكاديمي صيني، لا أتحدث عن أنك متخصص في الشأن الآسيوي. ناريندرا مودي منذ قادم وتولى حكومة الهند في 2014، ما الذي تغير بعدما حالف الأمريكان في آسيا؟ كيف تغيرت حسابات التحالفات بالنسبة للهند برأيك؟ من هذا سؤال جيد بشكل. أعتقد أن مؤخرا عندما ننظر في الانتخابات والحكومة نرى بأن هناك تغيرا في التوجهات الخارجية. الهند دولة كبيرة بها تعداد سكاني هو الثاني على مستوى العالم، تواجه العديد من الصعوبات على مستويات عدة. من الواضح كما نرى أن الدولة من وقت لآخر تواجه مشاكل تتعلق بالصحة العامة والكوفيد 19 وغيرها من التحديات الكبرى للحكومة والحكومة الأخرى على السواء. أيضا من الواضح أن السيد مودي نفسه على الصعيد المحلي يرى بأنه يتبنى المنهج القومية، لديه علاقات مع السكان المسلمين وغيرها من المجموعات. في التعداد السكاني للهند هو يدعم تعزيز العلاقات مع دول الغرب، يعزز هذه العلاقات أكثر من الاعتماد على الوضع السياسي الداخلي الهش. أيضا رئيس الوزراء الهند يدخل في تحالفات مع الولايات المتحدة، ومن الواضح أن الهند هي الدولة الديمقراطية الأكبر على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالانتخابات تحديدا، وهذا يخدم الصالح الأمريكي ويعزز التعاون فيما بينهم نظرا لوجود قيم رمزية مشتركة على عكس العلاقات مع الصين. ولذلك أعتقد أن هذا سبب رئيسي لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والهند أكثر من ذي قبل. على الصعيد الإقليمي أيضا هناك نزاعات بين الهند والصين على الحدود، هناك تصاعد في التوتر
يعكس أيضا التأطراب بين الصين والولايات المتحدة. أعتقد بأن هذه هي الأطر الأساسية للتغيرات في السياسات الخارجية للهند. السفير أنيل من نيودلهي، في دقيقة أو دقيقتين يعني على أكثر تقدير سعادة السفير لو تكرمت، هل نستطيع أن نقول أن الهند حاليا قوة سياسية أو قوة سياسية عظمى بعدما باتت قوة فضائية عظمى؟ أود أن أصحح نقطة لصديقي قبل الإجابة. الهند ثاني أكبر تعداد سكاني مسلم في العالم، وكان لدينا رئيس مسلم ونائب رئيس مسلم، وبالتالي فمن السهل من الخارج أن نقول بأن هناك قومية في هذا البلد ممثلة في الرئيس الوزراء موديو، لكن الهند مختلفة حاليا فيما يتعلق بالقوى الناعمة للهند، فهي تساعد الدول في مختلف أنحاء العالم حتى ولو كانت تواجه مشاكل داخلة فيما يتعلق بالوباء الكوفيد. هذا ما تفعله الهند بنوايا حسنة، وهذا ما تتوقعه الدول من الهند، ونحن نشعر بأن هذا الأمر نادرا ما نجده من دول العظمى لتعريف القوى العظمى بتعريف معياري محدد. أشكرك السفير أنيل تريجونايت المسؤول السابق في وزارة الخارجية الهندية من نيودلهي، والسيد سيرجي ماركوف العضو السابق بمجلس الدوما ومدير معهد الدراسات السياسية الروسية من موسكو، والدكتور تشين ليو كبير المحاضرين في العلاقات الدولية الآسيوية بجامعة ليفربول جون موريس من لندن. شكرا جزيلا لكم. نناقش أيضا في مدار الغد انفتاح نيودلهي على دول آسيا الوسطى يصطدم بنفوذ قوى إقليمية. أهلا بكم من جديد في مدار الغد. يوم الجمهورية الهندي الذي وافق 26 من يناير الماضي هي المناسبة التي شهدت قمة مع رؤساء آسيا الوسطى للمرة الأولى، فرغم امتداد العلاقة بين نيودلهي والجمهوريات السابقة بالاتحاد السوفيتي لأكثر من 3 عقود، إلا أن دور الهند في تلك المنطقة ما زال ضعيفا، ما دفعها مؤخرا للانفتاح أكثر على ما يطلق عليه الستانات الخمسة، وهو ما قد يصطدم بنفوذ ومصالح قوى أخرى أبرزها الصين وروسيا والولايات المتحدة. من نيودلهي دكتور وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية، ومن إسلام أباد حذيفة فريد الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وائل من نيودلهي، يعني لماذا تذكرت الآن الهند أهمية آسيا الوسطى الستانات الخمسة برأيك، علما بأنهم
معها في منظمة شنغهاي مثلا منذ 21 عاما، ومعها أيضا باستثناء تركمانستان في اتفاقية سيكا منذ 23 عاما. ما الذي جد الآن؟ أسعد الله أوقاتكم. أهلا بك. خير وشكرا لك ولضيفك الكريم. كما تعلم طبعا الهند هي تعتبر نفسها دولة حضارية، وبالتالي تتعامل مع هذه الدول كحضارات سابقة تمتد إلى شبه القارة الهندية، وتتشاطر معها في الكثير من العادات والتقاليد. وبالتالي هذه عندما استقلت هذه الدول قبل 30 عاما كانت الهند تسعى منذ اليوم الأول إلى غزو هذه الأسواق، ولكن بسبب الخلافات الدائمة بين الهند وباكستان، وأيضا بسبب الأوضاع في أفغانستان، عرقلت عملية دخول البضائع الهندية إلى هذه الأسواق، باعتبار أن المنفذين الرئيسيين للهند كانت باكستان وأفغانستان. وبالتالي الخلافات القائمة بين البلدين ربما عرقلت هذا الدخول الهندي. لكن في الآونة الأخيرة شعرت الهند، خاصة بعد أن بدأت تتحدث عن أمن الطاقة وأيضا عن هذه الأسواق الغنية، أنها تريد أولا مد الغاز أنابيب النفط والغاز من هذه المناطق، ثانيا تريد أن تدخل هذه البضائع. وبالتالي بدأت تعمر وتنشئ ميناء شهبهار في إيران للابتعاد عن باكستان، وبالتالي دخول هذه الأسواق عبر أفغانستان. أيضا التطورات في أفغانستان الأخيرة عرقلت الجهود الهندية. على أي حال، القمة التي دعا إليها رئيس الوزراء كانت جزءا من المهمة التي كانت الهند تريد أن تقوم بها، وهي دعوة خمس الدول هذه للمشاركة في عيد الجمهورية الهندية، لكن بسبب حالة الكورونا اكتفت الهند بهذه القمة الاستثنائية. تفضل. طيب سيد حذيفة فريد من إسلام أباد، وفي تقديرك يا سيد حذيفة، روسيا، الصين، الولايات المتحدة، هل سيرحبون بهذا التمدد للنفوذ الهندي على آسيا الوسطى؟ هل سيسمحون بأن يكون للهند وهي تتمدد كلمة في هذه المنطقة في قلب آسيا؟ تحية لك ولضيفك الكريم وكذلك للسادة المشاهدين. طبعا كما تحدث ضيفك الكريم، أن مدخل الهند إلى آسيا الوسطى يمر عبر دولتين أساسيتين هما باكستان وأفغانستان. هذه النقطة هي في غاية الأهمية. لو تحدث عن حلفاء الهند في المنطقة، تتكلم عن حليف استراتيجي لها هو الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الذي يناوئ الصين. اتفاقية أو مشروع طريق الحرير أو الحزام والطريق هو مشروع يناوئ السياسة الأمريكية. فالهند هنا هي في يعني ما بين المطرقة والسندان، إن هي أرادت بالفعل الانضمام إلى المحور الصيني الروسي المتشكل حاليا، هذا سوف يضر بمصالحها الكبيرة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في ذات الوقت ينبغي ألا ننسى أن الهند تربط علاقات وثيقة كذلك بروسيا، متمثلة بعلاقاتها القديمة مع الاتحاد السوفيتي سابقا. ما زالت هذه العلاقات موجودة سواء من الناحية العسكرية أو الاستثمار العسكري ما بين روسيا وبين الهند. تقريبا العائق الوحيد أمام تمدد الصين تجاه دول آسيا الوسطى ليست الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى روسيا، وإنما هي وجود أو عدم وجود، نستطيع أن نقول، منفذ مباشر من الهند إلى دول آسيا الوسطى. ليس هناك إلا منفذ وحيد وهو أفغانستان. أفغانستان تعتبر هي قلب آسيا كما تحدث عنها العلامة محمد إقبال سابقا. فالوصول إلى قلب آسيا يتطلب عمل من ناحية الهند تجاه باكستان، أو أيضا أو إن أرادت أن تذهب عبر الجانب الإيراني، وكما تفضل ضيفك ميناء شهبهار الإيراني. ولكن طيب، هذه أيضا إشكالية نعم، لكني أسألك الآن على ردة الفعل يا سيد حذيفة، ردة الفعل ربما المتوقعة من الصين، من روسيا، من أمريكا، هل سيرحبون بهذا التمدد للنفوذ الهندي في آسيا الوسطى؟ بالعكس، الصين ترحب بجميع الدول الراغبة في انضمام إلى مشروع الخط والحرير، إلى مشروع الحزام والطريق. لو بالفعل أرادت الهند الانضمام إلى هذا المشروع، خاصة وأن الصين ترغب في غزو سوق آسيا الوسطى، فلن يعني لن يكون هناك أي مانع لدى الصين في هذا بهذا الخصوص. روسيا أيضا هي تمد أنابيب الغاز من عبر أفغانستان ودول آسيا الوسطى كذلك إلى دول أخرى، هذا أيضا سوف يساعد الهند كذلك. ولكن تتكلم أنت عن المحور الأمريكي، هو يعتبر عنصر أساسي جدا، خاصة أنه الحليف الاستراتيجي للهند في هذه المنطقة. إن ذهبت الهند بعيدا عن المحور الأمريكي في هذه المنطقة، هي سوف تخسر حليف استراتيجي مناوئ للصين. تتكلم عن مشاكل
صينية هندية على الحدود. الهند لا ترغب في خسارة الولايات المتحدة الأمريكية طيب. بأي حال من الأحوال. طيب دكتور وائل عواد من نيودلهي، حين نقول يا دكتور وائل إن الهند لا تستطيع أن تكون أن يكون لها وجود في الستنات الخمسة دون مباركة روسيا، هذه الجملة سياسيا في آسيا صحيحة أم مخطئة؟ طبعا صحيحة، لأن هناك اتفاقية تم التوقيع عليها بين روسيا وإيران والهند لمد أنابيب النفط عبر هذه المناطق إلى اليورو آسيا، وبالتالي هذه الأسواق مهمة جدا بالنسبة لروسيا التي تعتبر خاصرتها الضعيفة. ولهذا السبب روسيا حتى عندما قدمت لهذه الدول الاستقلال كانت على دراية بأن المستقبل النفط والغاز، وهذه الخاصرة هي التي ستغير المعايير الجيوسياسية، كما صرح بريتنسكي المستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا في كتابه أن هذه هي المنطقة التي ستحدد معالم المستقبل، وبالتالي هي ترحب بأي دور هندي بناء في هذه المنطقة. لكن أعتقد بأن المشاكل الأساسية الآن هناك هي أن الهند دخلت متأخرة على هذه المنطقة، لكنها تسعى لأن تفرض نفوذها، ولكن الصين سبقتها بأشواط عديدة وهناك لديها نفوذ أكبر، وروسيا ترى في أن الهند والصين حليفان استراتيجيان. لكن المشكلة الأساسية أن هناك خلافات بين الصين والهند بشكل أساسي، وبالتالي عندما نتحدث عن خط الحرير الذي تريد الصين مده عبر هذه الدول، علينا أن نتذكر بأن الولايات المتحدة تعادي كما تفضل ضيفك بالسماح للصين بتوفير هذه المبادرة، ولذلك ربما تكون الهند هي الكبش الذي تريد الولايات المتحدة أن تستخدمه للضغط على الصين، أو ربما لمنع مثل هذه المشاريع الصينية في هذه المناطق، باعتبار أن الهند هي الحليف المرغوب في هذه الدول، وباعتبار أن هناك علاقات تاريخية، ولا يوجد للهند أي أطماع في الأراضي أو بأي شيء آخر في هذه الدول. طيب اسمح لي يا دكتور وائل من نيودلهي، يعني اسمح لي، أنت ذكرت كلمة أمن الطاقة، وعندما تذكر آسيا الوسطى هذه الدول يعني الخمسة دائما يذكر مصادر الطاقة النادرة، عادة ما يتردد اليورانيوم، كازاخستان وغيرها. هل تعتقد أن النفوذ على ذلك الغنائم، الكل يبحث عن هذه المواد، لا أتحدث عن نفط، لا أتحدث عن غاز، يورانيوم وما شابهه يعني؟ طبعا سؤالك مهم جدا، وأنت لمست بالموضوع الأساسي. توقيع في الواقع هو الخلاف حتى في كازاخستان حول هذه الموارد الطبيعية وبشكل خاص اليورانيوم، وسبق للهند وأنها وقعت على اتفاقيات أيضا للحصول على هذه المادة من كازاخستان. لكن المشكلة الأساسية أن هذه الدول الفقيرة خرجت من الاتحاد السوفيتي وبدأت بحياة ديمقراطية جديدة، لكن الحكماء في هذه الدول لم يوفروا الرعاية الكافية لشعوبهم، وبالتالي كان هناك انتقاد كبير لهذه الحكومات من قبل شعوبهم. وهذه المواد الهامة جدا والمصادر هي مصدر رزق لجميع أفراد الشعب هناك، لكنها لا تستخدم بالطريقة الصحيحة. والهند من الدول التي ترعى وترغب بشكل كبير أن يكون لها قدما في هذه المنطقة، خاصة فيما يتعلق في هذه المادة بشكل. أستاذ حذيفة فريد من إسلام أباد، كيف لنا أن ننظر يا أستاذ حذيفة إلى ذلك التعاون العسكري الروسي الهندي في هذه الدول التي كانت من قبل ضمن الاتحاد السوفيتي؟ نتحدث عن صناعات دفاعية متقدمة للغاية في آسيا الوسطى، يسعيان كل من روسيا والهند في أن يقيماها معا ويطوراها أيضا، بأي عين نتابع ذلك؟ طبعا العلاقات الروسيه الهنديه ليست ولدت في اللحظه، انت تفضلت انها علاقات منذ ايام الاتحاد السوفيتي سابقا. الهند لدى الهند حقيقه حلفاء في المنطقه ليسوا متاحين لدول اخرى، اتكلم عن باكستان مثلا. الولايات المتحده الامريكيه تقف في الجانب او في جانب الهند ولا تقف في جانب باكستان. روسيا ايضا كذلك، يعني من يمد
الهند بالأسلحة، تتكلم عن الطائرات السخوي 30 وحتى غيرها، هي أيضا من الجانب الروسي إلى الهند، تتكلم حتى الآن عن منظومة دفاعية صاروخية S-400، وهذا أيضا يعني في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك عقوبات متوقعة على الهند من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شرائها لمنظومة الصواريخ، حيث تم تنصيب تقريبا 5 بطاريات حتى هذه اللحظة في الهند من طراز S-400. هناك حلف كبير ووثيق جدا ما بين روسيا والهند، ولكن هذا الحلف حاليا يتعرض أيضا لظهور كتلة جديدة بقيادة الصين، روسيا، أيضا باكستان. الحلف المصالح الحالية هي ما سوف تحكم المنطقة، سواء جنوب آسيا وحتى أيضا آسيا الوسطى. سوف نرى تكتلات عجيبة وغريبة جدا، ربما يصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم، ربما نرى تحالفات ضمن تحالفات، وأيضا حتى أيضا قد نرى أيضا تحالفات بين دول مختلفة تمام الاختلاف سابقا، مثلا وضع طيب. الهند حاليا مع روسيا، أو وضع الهند مع الصين مع نعم. روسيا كذلك. دكتور وائل عواد، ذلك هو سؤالي الأخير يا دكتور وائل، إلى أي مدى يمكننا أن نقول إن الهند باتت قوة سياسية عظمى تحمي مصالحها أينما حلت وأينما كانت، بعدما أصبحت الهند قوة فضائية عظمى؟ تماما، الهند استخدمت سياسة القوة الناعمة في دخول هذه البلاد، وكذلك لديها جالية هندية في معظم دول آسيا الوسطى وفي جميع دول العالم، وبالتالي هذه المنطقة تهم الهند بشكل كبير جدا لدخول أسواقها، خاصة وأن هناك طلب كبير على البضائع الهندية، لكن كما قلت بسبب الأزمة مع باكستان والأزمة الحالية في أفغانستان عرقلت دخول البضائع الهندية لهذه الأسواق. على أي حال، علينا أن نتذكر أيضا نقطة هامة جدا، أن الحرب التي حدثت في أفغانستان وهذه على مدى 3 عقود الماضية، السبب الرئيسي ليس طالبان وليس القاعدة، وإنما الغاز والنفط والموارد الطبيعية في هذه الدول بالنسبة للولايات المتحدة والغرب، التي تحاول أيضا مد أنابيب النفط من هذه الدول إلى الدول التي هي بحاجتها، إن كانت الصين وإن كانت الهند، وبالتالي هي مهمة جدا، والهند تريد أن تستفيد من هذه الأسواق بشكل كبير، وأيضا تريد أن تدعم سياسة الولايات المتحدة التي حاولت أن تفرض نفوذها، خاصة في الأزمة كازاكستان الأخيرة، واتهمت بالتوريط وتورط بالأعمال العنف التي وقعت هناك. كذلك الأمر، الهند لا تريد أن تظهر في هذا المنظار بالنسبة للصين، التي هي تعتبر أن أي دخول هندي إلى هذه المنطقة إن لم تكن لبناء الثقة بين الدول والازدهار الاقتصادي، فهي أيضا تكون لأسباب في غاية في نفس يعقوب. لذلك أنا أعتقد بأن الهند تدرك هذه حساسية هذا الموقف، ولكنها تريد أن تؤكد من خلال القمة التي حدثت بين الدول الخمس ورئيس الوزراء أن الهند حريصة جدا على أن تكون علاقات طيبة وعميقة وقوية في جميع المجالات والفرص المتاحة. دكتور وائل عواد، الخبير في الشؤون الآسيوية من نيو دلهي، والأستاذ حذيفة فريد، الكاتب والباحث السياسي من إسلام أباد، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد، وتابعتم فيها تنويع التحالفات، سياسة صانع القرار الهندي التي أكسبته أصدقاء وخلقت له أعداء، وانفتاح نيو دلهي على دول آسيا الوسطى يصطدم بنفوذ قوى إقليمية. الأخبار على رأس الساعة على شاشة الغد، فابقوا مع الغد.